انت متأكد يا حبيبي من الراجل اللي جاي دلوقتي؟ يا ماما عيب يا ماما، انا هضحك عليك يا حبيبتي، هشتغلك يعني. ده راجل عالم روحاني جليل، ان شاء الله يتواصل مع روح عم عيد وما يجيلناش تاني خالص ان شاء الله. معرفش بس اتأخر ليه. اهو جاي. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منورنا يا عم الشيخ. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. شرفتنا. حضرتك مين بالظبط؟ يا ماما انا قلت لك يا ماما ده العالم الروحاني الجليل دكتور نشأة الكون، وهو ان شاء الله اللي هيتواصل مع عم عيد. طب يعني حضرتك بتعرف تتكلم لغة أموات؟ يظهر أنك يا حاجة ما تعرفيش من هو نشأة الكون. الحقيقة ما أعرفش. أنا أتحدث لغتين بطلاقة بجانب اللغة العربية الفصحى. أتحدث الروسية بطلاقة وأتحدث لغة الأموات بطلاقة، لأن أنا عشت في الغردقة 6 سنين اتعلمت روسية، وبعدين عشت في الطرب 3 سنين اتعلمت لغة الأموات. بس أنا أعرف أن اللي بيشتغل في الغردقة بيتجوز خواجاية. حصل يا فندم، أنا فعلا تزوجت من خواجاية في الغردقة وتوفاها الله، فعشت معاها في الطرب 3 سنين، وبفضل الله بقيت أتكلم لغة الأموات. طب وحضرتك بقى بتتصل بالأموات إزاي؟ يعني ليك طلبات معينة؟ ورك نملة يتيمة، حوافر فيل، ضوافر معزة، عرف دين؟ تحرجناش يا ماما مع الراجل، ما الكلام ده قديم قوي، ده كلام الدجل ده قديم. العالم الجليل دكتور نشأة الكون بيتصل تليفونيا، يعني بيتصل تليفونيا مع العالم الآخر دايركت، بيبقى فيه كود كده في شهادة الوفاة، الكود ده بنتصل بيه بيوصلنا بالعالم الآخر. الله على التطور. استأذنك يا أخ. بومبا، خدمك بومبا. اسم جميل، اسمه فاضل. استأذنك في الكود 055 055. ايه ده، هو ميت في الزقازيق؟ لا ميت هنا، بس أهله وأهل والده كلهم من الزقازيق. 055 24 42 46 1 24 42 46 1. ألو ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. أكلم الأخ عيد ميلاد عزت؟ لا والله يا فندم أنا آسف، إحنا محل فطير. محل فطير؟ أيوة يا فندم. طب أنا آسف جدا، النمرة غلط، محل فطير. إيه ده، هو في العالم الآخر محلات؟ ايه ما تحرجناش بقى قدام الراجل، هو في كل حاجه طبعا، اما لفكرك الميتين دول عايشين ازاي يعني. طيب سؤال مهم جدا. ما هو سبب الاتصال؟ الحقيقه يعني هو من ساعه ما توفى وهو شبحه بيظهر كتير قوي في البيت. شبحه بيظهر كتير قوي في البيت، وانا اتخنقت. هو شبح جديد؟ ميت قريب يعني. يبقى عشان كده فرحان بالموضوع، شبح بعد جوع.